أهلا بكم سادتي المشاهدين في الجزء الثاني مع رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ويسي. من جديد حياك الله شيخنا العزيز. تكلمنا في الجزء الأول ربما عن السياسة وعن دور علماء الدين الكرد في القضية الكردية وحتى في القضية العراقية بصورة عامة. الآن ندخل إلى عمق التفاصيل فيما يخصك التخصص الدقيق ونعني الفقه المقارن. هل نحن بحاجة إلى تجديد في الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتأكيد هو الفقه الإسلامي هو روح الإسلام، لأنه العبادات الشرعية العملية كلها متعلقة بالفقه. لولا الفقه لما عرفنا أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي وأن نحج وإلى آخره. العبادات العملية كلها تأخذ روحها من الفقه. لذلك الفقهاء قالوا في تعريف الفقه: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه اختلف من فترة إلى فترة أخرى أو تغير من فترة إلى فترة أخرى. فنرى مثلا المدارس الفقهية بدأت بدايتها مثل الإمام أبو حنيفة، قام بتجديد الكثير من أمور الفقه الإسلامي، وخالفه في بعض من الأمور أو من الآراء، مثلا زفر، محمد، أبو يوسف، يعني خالفوا في بعض الآراء وأيدوا، يعني قاموا بتجديد مذهب الإمام أحمد بن حنبل أبو حنيفة. تجديد التجديد حتى مذهب الإمام مالك مثلا. مثلا الإمام مالك في ألف الفقه المالكي ودونه في المدونة، وقام بعده مثلا أبو سحنون، وحتى إلى أن وصل إلى الإمام الشاطبي عملية تجديد الفقه المالكي في بالمقاصد ورؤية مقاصدية إلى هذا المذهب وإلى كثير من أمور الدين، يعني جعل هذا المذهب يتغير بين فترة وفترة أخرى. وكذلك الإمام الشافعي عندما انتقل من العراق إلى مصر وغير الرأي القديم وبدأ برأي جديد آخر، وحتى مجتهدي الإمام الشافعي مثل الإمام النووي في كثير من المسائل يخالف الإمام الشافعي وكذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل. نرى أن الفقه الإسلامي مثلا بعض من أعمدة الفقه الإسلامي وبعض من المجتهدين في الفقه الإسلامي بدأوا باجتهاداتهم، هذه الاجتهادات كانت نتيجة لنضوج العقل البشري وفهم هذا العقل البشري، لأنه الفقه في اللغة بمعنى الفهم. قسم من الفقه يستند إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة، ولكن إلى السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قسم من الفقه مبني على اجتهادات المجتهدين في ذلك العصر. لذلك نرى أن الإجماع مثلا يقسم إلى قسمين: إجماع سكوتي وإجماع غير سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. يعني مثلا اتفاق مجموعة من الفقهاء لا يعد اجتهادا، لا يعد إجماعا، بل اجتماع كل الفقهاء يعد اجتماعا. لذلك قسم من الفقهاء يقول: إذا خالف أحد من الفقهاء موضوع مسألة من المسائل هل يعد خرقا للإجماع أو لا؟ هذه مسائل طويلة. ولكن دخل الفقه الإسلامي مثلا إلى مراحل عجيبة. نرى الآن مثلا حدوث كورونا، ظهرت مسائل في الفقه الإسلامي لم تحدث من قبل. يعني هذه المسائل تحتاج إلى رؤية فقهية، رؤية عصرية، إلى اجتهاد. ولكن من يقوم بهذا الاجتهاد؟ من يؤدي عمل الاجتهاد؟ هذه هي المحور الأساسي. نعم، الفقه الإسلامي بحاجة إلى تجديد، ولكن هل كل الفقه الإسلامي بحاجة إلى تجديد؟ هذه نقطة. ومن يقوم بهذا التجديد؟ هذه نقطة أخرى. نعم، ما دام تكلمنا عن هذا الموضوع، ما عندنا فقه خاص بحالات الوباء؟ يعني أنا أذكر أن هنالك قصة عن سيدنا أبو عبيدة لما كان في الشام رضي الله عنه وأصابها الطاعون. نعم. مثلا هل
يعني أخذ رجال الدين من 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 هذه الحادثة موضوع الطاعون بعض فقههم بما يخص كورونا بالذات موضوع العزل. نعم. يعني حين قال بالتأكيد أي مسألة من المسائل الفقهية المستحدثة التي تحدث ولم يكن له نظائر في سابقاتها في الفقه الإسلامي يجب على الفقيه أن يراعي عدة أمور. أولا مثلا يأتي بأقوال الفقهاء من أي جانب قول هذا الفقيه قريب من هذه المسألة من أي جانب، يعني حتى يستطيع أن يقيس المسألة عليه. إذا لم يجد أن من قول الفقهاء من عملهم ما حدث في الآن، ما يحدث الآن في المجتمع العربي الإسلامي في المجتمعات العربية بشكل عام مشابه لما حدث في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عندما حدث الطاعون عمواس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان الوالي هناك مثلا أبو عبيد الجراح عندما قام بعزل الناس، هذا العزل الصحي الذي يقوم به المنظمة الصحة العالمية بعزل الشخص المصاب مأخوذ مما فعله الخليفة في هذه الحادثة. لماذا؟ لأنه قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إن سمعتم الطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها. إذن هذا الحجز منطقة العزل. نعم. لا تدخلوا إليه، ممنوع أحد يدخل هذه المنطقة، موجود وباء في هذا الحي ممنوع تدخل إليه، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها لكي لا تكونوا سببا في سبب انتقال العدوى. هذا الحج الصحي مأخوذ مما قال، ولكن هذه الفترة الزمنية 14 يوم يختلف بسبب نوعية الوباء، وهذا لا ما في أي إشكال. الوباء هناك في ذلك الوقت كان أكبر، خرجوا من المدينة إلى الأودية وإلى التلال وإلى الأماكن المرتفعة ولم يختلط المريض بالمصاب. هذا نفس الشيء يطبقه المنظمة الصحة العالمية. حتى قصة تعطيل الجمعة حسب ما أنا فهمته من هذه السيرة أستطيع أن أستلهم أو أستنتج أنهم لم يقيموا الجمعة أيضا. لماذا؟ لأنه الجمعة يجب أن تكون في المدينة، والجمعة أن تكون في داخل أو أبنية أوطان المجمعين، وهم خرجوا تركوا المدينة، ولا يوجد دليل أنهم رجعوا من خارج المدينة إلى المدينة لكي يقيموا صلاة الجمعة. من الممكن، لأنه المصادر جدا شحيحة في ذكر الأمور الدينية في طاعون عمواس. أمر آخر، موضوع الخوف، يعني موضوع الخوف الشديد، لا هو من جانب أنه تعطيل الجمعة، فتوى تعطيل الجمعة جمهور المعاصرين أكدوا على أنه من الضروري تعطيل الجمعة والجماعات حفاظا على أرواح الناس، واستندوا على هذا من هذا الموضوع حفظ النفس. على حد عدة أمور، أولا حفظ النفس، وقسم يقولون أنه حفظ النفس تعارض مع حفظ الدين، كيف يقدم النفس على الدين؟ هذا فهم خاطئ، لأنه إقامة الصلاة في الجامع ليس من ضرورة حفظ الدين، وإنما من الضرورة التكميلية. نعم، الضرورة التكميلية. ويقول القواعد الفقهية إذا تعارضت الضرورة الأساسية مع الضرورة التكميلية تقدم الضرورة الأساسية على الضرورة التكميلية. فهنا حفظ النفس. يعني حتى عمر بن الخطاب مثلا رحمة الله عليه عندما في عام المجاعة لم يقطع يد السارق، أوقف الحد. قسم يقولون عطل الآية القرآنية، وهذا شيء خاطئ بالنسبة لعمر بن الخطاب. لا يجوز لنا أن نتهمه بتعطيل آية، وإنما قام بتقديم مصلحة الحفاظ على النفس مقدمة على الحفاظ على المال، لأن الشخص إذا لم يسرق يموت من الجوع، حفاظا على روحه لكي لا يموت من الجوع قام بتقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ المال. واستكمل المعنى فيما بعد علي بن أبي طالب حين قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن الأدلة الشرعية التي استند عليها الفقهاء جمهور المعاصرين في تعطيل الجمع والجماعات ما يعني أدلة معقولة وأدلة مبنية على عمق الفقه الإسلامي في الحفاظ على النفس، وما استلهموه
استلهموه في عدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فقه الأعذار، الخوف أو المرض أو الخوف من حصول المرض أيضا من الأعذار المسقطة. القياس على الطين أو المطر، الطين والمطر يعني هو عذر من الأعذار التي لا يحق لك أن تذهب إلى الجامع أو تذهب إلى أداء صلاة الجماعة. كل هذه كانت من الأسباب الموجبة لقول المعاصرين بتعطيل صلاة الجمعة وإيقاف صلاة الجمعة والجماعات. ولكن قسم من الناس يقولون كلاما مخالفا لهذا، يقولون لا يجوز تعطيل الجمعة والجماعات، وقسم منهم أصدروا هذه الفتاوى. نقول لهم يعني هذا المرض يجب علينا أن نتخذ كل إجراءات الوقائية لحفاظا على أرواح الناس، لأنه هذا المرض لا سامح الله إذا انتشر لا يمكن القضاء عليه نهائيا. يأخذ أسوة من الشعوب التي استهزأت إيطاليا أمريكا. لا بجانب آخر، الدين يعني لا يكون سببا ل انتشار المرض أو العدوى في داخل المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا صراحة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. لذلك هنا في إقليم كردستان اللجنة المجلس الأعلى للإفتاء أفتى بإيجاب، كلمة إيجاب وجوب الأخذ بكل الاحتياطات والتدابيرات الصحية من أجل الحفاظ على مرض كورونا، وقاية على مرض كورونا. واستخدام كلمة وجوب يعني بمعنى أنك إذا أقصرت في هذا العمل أنك مؤثم، أنك تؤثم. لذلك من الضروري أن يكون المجتمع على وعي كامل والاستفادة من التجارب السابقة، تجربة طاعون عمواس، الحجر الصحي، اعتزال الناس، ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح. عمر بن الخطاب رجع من الشام ولم يدخلها، وعمر وأبو عبيدة الجراح نفذ هذه الخطة. هو دليل واضح أنه يجب علينا الاستلهام من الدروس الماضية والعبر السابقة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة، ولكن تكييفها مع الواقع. وهنا أريد أن أسأل، تكييفها مع الواقع لكي أدخل إلى شيء آخر يا عم، لا تعتقد أن باب الاجتهاد في المذهب السني بات شبه مغلق؟ لا أقول هذا، أنا أقول أنه باب الاجتهاد باب مفتوح، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن المجتهد يخطأ ويصيب. حتى إذا لا سمح الله إذا أخطأ المجتهد فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. طبعا عدم وجود مرجعية سنية موحدة في العالم الإسلامي جعل للسنة جعل الفقه السني يتقدم ببطء، لا أقول يتراجع، يتقدم ببطء، لأنه كثرة المرجعيات السنية وكثرة المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي السنية جعلت أهل السنة يختلفون. واحد يقول أنا أعمل بهذا الرأي، واحد يقول أنا تابع لهذه المؤسسة، تابع لهذا المرجعية، على خلاف المذهب الآخر. لذلك وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه النصوص الدينية قابلة للاجتهاد وقابلة للاستنباط أكثر من رأي في هذه المسألة. والناس يعملون أو يأخذون بما هو الأسهل وما هو الأوسط، لأنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا يحتاج إلى شيء من المعاصرة، وأنت لديك مؤلف يحمل عنوان مسائل فقهية معاصرة. نعم. ماذا طرحت فيه مثلا على سبيل المثال؟ في هذا المؤلف طرحت عدة مسائل فقهية متعلقة بالعبادات. أبرزها. بالعبادات. نعم. منها مثلا إغلاق الموبايل داخل الصلاة. نعم. الصلاة على الانترنت أنا تحدثت بها قبل سنتين والآن بعض الناس ينادون بها مثلا. الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، هل المفطرات البخاخ
البخاخ الربوي، نعم. مثلا قطرة الأنف، قطرة الأذن، قطرة العين، الحبة اللي تمص ويجعله تحت اللسان، تحت اللسان، نعم. تحت اللسان، هل يفطر الصوم أو لا؟ مثلا بالزكاة، هل يقدر الزكاة، نصاب الزكاة بالذهب أو بالفضة؟ مثلا بعض من الأمور التجميلية، مثلا الرموش الاصطناعية، الحواجب الذهبية، السن الذهبي، هل يجوز استعمال الذهب في العلاج البشري أو لا؟ مثلا جانب التلقيح، تلقيح الاصطناعي، مثلا ما الرجل مع امرأة أخرى أو الرجل متزوج اثنين، واحدة تنجب واحدة ما تنجب، هل يجوز أنه نستعمل الذرة، بويضة، نعم. الذرة للأخرى أو لا؟ وحتى مثلا في جانب بيع المني، في بعض الدول يباع المني الإنسان، في بعض الدول يباع حليب المرأة، حليب المرأة، بيع حليب المرأة من جانب الفقه الإسلامي، أو حتى زراعة الشعر. تطرقت إلى هذه المسائل وطبع هذا الكتاب في دار التفسير مشكورا، والعام الماضي في سنة 2009 كان موجود في معرض أربيل الدولي للكتاب، وتم نشر هذا الكتاب في 14 معرض الكتاب. جميل. مثل هكذا أمور يحتاجها الناس اليوم، ويحتاجون أن بصراحة أن يفهموا دينهم في مثل هكذا أمور، لأنها أشياء يومية، أشياء الكل بحاجة إليها. هنالك نقطة أريد أن أسأل عنها، كيف ينظر الإسلام إلى الأحكام والقوانين المتعلقة بالعقوبات في القوانين المدنية؟ بمعنى اليوم هنالك فرق بين ما يقوله الشرع في القتل العمد وما تقوله القوانين المدنية في السرقة، وما تقوله القوانين المدنية في الزنا، وما تقوله القوانين المدنية مثلا. كيف يوازن رجل الدين الذي يعيش أو يرأس مؤسسة ربما في مجتمع مدني متنوع قوانينه قوانين مدنية؟ نظرة الإسلام بشكل عام إلى العقوبات، أولا حفاظ على النفس البشرية، نعم. ثانيا الردع من أجل الإنسان أن يكون بعيدا عن هذا، عن 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 الاتيان بهذا المحذور. نظرة الإسلام نظرة واسعة، لذلك مثلا الحفاظ على النفس البشرية يقول ولكم في القصاص حياة، يعني من أجل أنت تعيش الإسلام ينذرني ويوبخني، يقول إذا أنت قتلت شخص يجب أن تقتل، لذلك حفاظا على روحك أنا أبتعد عن القتل، نعم. ولكن تطبيق هذا القانون أو تطبيق هذا التشريع من مجتمع إلى آخر يختلف، نعم. حتى الإسلام يعني يمر بمراحل أستطيع أقول دقيقة لتنفيذ هذه العقوبة. مثلا ترى الحدود بالشبهات، يعني إذا الشهادة لم تطابق، وإذا الشهادة لم تكن مثلا رؤية ومكانا وفعلا ووقتا، لا يؤخذ بهذا، يعني أدنى شك في الشاهد يبطل العقوبة. الحدود تدرأ بالشبهات، يعني الشبهات إذا كانت موجودة في هذا الجريمة، إذا كانت الشبهة موجودة في الشاهد، الشبهة لصالح المتهم، نعم، وليس من لصالح الآخر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. على سبيل المثال نأتي بمثيل موضوع الزنا، جريمة الزنا من أحد الجرائم الذي وضع الله سبحانه وتعالى له عقوبة، ولكن حكمة الإسلام من جريمة الزنا الستر، الستر، لذلك مثلا يقول 4 شهود، يحاول يدفع باتجاه أنه الموضوع ما يصير بالضبط، وهذا 4 شهود الاتفاق في الوقت والمحل والمكان والزمان. متى يستطيع هذا الذي يزني إذا لم يعترف على نفسه، لم يعترف على نفسه، يأتي ب4 شهود؟ حتى إذا اعترف على نفسه، يعني كثير من الفقهاء، حتى جمهور الفقهاء يقولون يجب أن يكون الإقرار 3،
ومستدلين بذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الغامدية قالت أتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أصبت حدا فطهرني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبي ووضع الحمل، ضعت الحمل جاءت مرة أخرى قالت يا رسول الله وضعت الحمل، يعني هو الاعتراف الثاني. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اذهبي فارضعيه وافطميه، بعد ذلك تعالى. وعندما أتت المرة الثالثة وفي يدي وضعت في يد طفلها كسرة خبز، دليل أنه هذا الطفل ما يحتاج لهذا الأم. نعم. الاعتراف الثالث، يعني المرأة كانت المرأة الغامدية على سبيل المثال كانت تستطيع أن تذهب ولن ترجع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أمهلها؟ لماذا أمهلها؟ لماذا؟ لماذا؟ لكي يعني لكي تتوب، والتوبة يكون بينها وبين الله. ولكن جريمة وكبر الجريمة احترقت قلبها وأصرت على أنها إلا يجب عليها أن تطهر نفسها إلا بالقصاص الشرعي. لذلك الإسلام مع الحفاظ على النفس يراعي تطبيق الحدود وتطبيق العقوبات من أجل أن يكون النفس الأخرى مصونة من جانب، ومن جانب آخر أن تكون وسيلة ردع لكي يحافظ على هذا المجتمع. من واجب العالم الديني، نعم، من واجب العالم الديني مراجعة كل هذه النصوص ويكون على بينة متى يطبق الحكم الشرعي ومن يطبق هذا الحكم الشرعي، هل تستطيع أن تقوم بقتله؟ لذلك هذا العادات الموجودة في داخل المجتمعات أنه ورثة عندما يقتل شخص الورثة يقولون يجب أن نقتل القاتل بأيدينا، هذا مو عملك، عمل الدولة، عمل الحكومة، هذا يدخل ضمن طاعة ولي الأمر. بالضبط. لأن الإسلام جعل تنفيذ العقوبات من حق السلطة لكي لا يكون المجتمع فوضى، ولكي أن لا يقوم الناس بالثأر على الآخرين بأسباب تافهة. لذلك جعل هذه نظام العقوبات بيد الدولة. الثأر محرم، الثأر محرم، والعقوبة يجب أن تنفذ، ولكن من ينفذها؟ الدولة. فإذا لم تنفذ العقوبة المجتمع لا يكون مذنبا، ولا العالم الديني يكون مذنبا، بل الدولة تكون مذنبة لأن الدولة قصرت. وبعض العقوبات جعلها الإسلام عقوبات تقديرية، ومنها عقوبة التعزير، جعل عقوبة التعزير ولم يحدد، وهذا التعزير الحاكم هو مخول إما بالسجن أو بالغرامة المالية أو بالعفو أو بالتهديد أو بالتعهد بما يراه الحاكم مناسبة. لذلك أن مجال العقوبات في الإسلام مجال واسع، ولكن تحتاج إلى رؤية واقعية عملية لكي يسود الأمن والاستقرار في داخل المجتمع. جميل. ماذا نعني بالفتوى السياسية؟ الفتوى السياسية جزء من الإسلام، جزء من الإسلام. أنا الآن أتناول مؤلفاتك. نعم، الفتوى السياسية جزء من الإسلام، ولكن الذي لا يقبله الإسلام هي الفتاوى المسيسة. هناك فرق بين الفتاوى السياسية وبين الفتاوى المسيسة. أعطني مثالا. نعم، بكثير من الفتاوى هي فتاوى دينية لها طابع سياسي، ما على سبيل المثال إدارة شؤون الدولة. إدارة شؤون الدولة أي موضوع من المواضيع، السجن احتاجت إلى فتوى سياسية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب لاستحداثها، واستحدث السجن مثلا تنصيب الخليفة، تنصيب الخليفة في عهد عمر أو بكر الصديق نصب بالبيعة، وفي عهد عمر بن الخطاب نصب أيضا، وفي عهد عثمان وفي عهد علي، يعني الآلية في زمن إلى زمن آخر اختلف، ولكن هي كانت بفتوى سياسية على سبيل المثال. مثلا النقود، هذه النقود التي نداولها هي سياسة اقتصادية دينية، أسسها عمر بن الخطاب، ديوان الجند العسكرية أسسها عمر بن الخطاب بفتوى سياسية، هذه كلها فتاوى سياسية وجزء من الدين. ولكن الفتاوى المسيسة هي الفتاوى التي لا يقبلها الإسلام، يعني فتاوى مثلا لا أريد أن أدخل في هذا، ولكن أكثرية الفتاوى المسيسة ظهرت في عهد الأمويين، يعني فتاوى تستعمل هذه الفتاوى من أجل تأييد الحكام والبقاء على ظلمهم.
نعم. ولهذا هل عالجت الفتوى السياسية الصحيحة الاتهامات ضد الإسلام بأنه دين يحرض على الكراهية؟ حتى جزء من الفتاوى المسيسة كانت لها سبب في تشويه الصورة الحقيقية للإسلام وجعل الأشخاص يحاربون الإسلام باسم التطرف. الآن في الكثير من المجتمع والكثير من السياسيين يحاربون الإسلام باسم التطرف ويضربون الإسلام ويضربون الرموز الإسلام ويتهمونهم بالتطرف، وهذه هي مشكلة الفتاوى، الكثير من الفتاوى السياسية. الفتاوى اللي استند عليها داعش ومن على شاكلتهم في البغي مثلا، في السبايا اليزيديين، في هدم المساجد وإلى آخره، كلها كانت فتاوى مسيسة، يعني استخدموها من أجل سياستهم. نحن نقول أصل فتوى موجودة في الدين، ولكن هذه الفتوى لفترة من الزمن، وفتاها شخص من الأشخاص لحاجة معينة، ولكنهم قاموا بتسييس هذه الفتوى واستخدامها لمصلحة من أجل الترويج لسياستهم الباطلة أو الغير الشرعية. ما هي مشكلة المتطرف دائما أنه لا يقبل الآخر، ولهذا ما تعتقد أنه المشكلة بأسرها شيخ العزيز تكمن في إدارة التنوع العرقي والديني والمذهبي أساسا بالمجتمع؟ لا، استخدام بعض الفتاوى أو بعض الفتاوى القديمة، نعم، التي تستند على مصالح مؤقتة أو تستند إلى فتاوى زمانية مثلا، زمانية مربوطة بحالة من الأحوال، ما هدفها الأساسي هو يقوم بعض الحكام أو بعض الأمراء بدعم هذه الفتاوى من أجل مصالحهم وتنصيب أنفسهم وعدم قبول الآخر وإزالة الآخر، هذه هي كل الأسباب. معناها احنا عندنا أيضا في طبقة رجال الدين من هو ربما عفوا ماضوي أو لا، أنا وصلت إلى نتيجة من يتحدث في فتاوى السياسية، لأنه لدينا فتاوى عبادية، نعم، عبادات وفتاوى معاملات وفتاوى معاصرة مثلا، وفتاوى طبية وفتاوى سياسية على سبيل المثال. مثلا الذي يتكلم بالفتاوى معاملات يجب أن يكون له خلفية اقتصادية، نعم. مثلا أنا أتكلم على سبيل المثال على زكاة الأسهم والسندات والشركات، ولا أعرف كيفية تأسيس هذه الشركة، ولا أعرف كيفية هذا السند، وهذا السند هل له مثلا بدل اقتصادي أو لا، كيف تتعامل الدولة مع هذا البنك، أو هذا البنك كيف يدفع هذا القرض، ما عندي معلومة، كيف إذن أفتي كيف بهذا الموضوع، نعم. كيف أفتي بهذا الموضوع، نعم. كذلك الفتاوى المعاصرة، أنا لا أعرف مثلا خلفية مرض كورونا مثلا على سبيل المثال، لا أعرف كيفية انتقال العدوى، ولا أجد شخصا أسأل به أو أثق به، أو موضوع طبي لا أجد طبيبا أسأله وأستفسر عنه، كيف أفتي في هذا الموضوع. وكذلك الفتاوى السياسية، الذي يفتي في بعض الفتاوى السياسية يجب عليه أن يكون متقيا مجتهدا، يجب أن يكون عالما بأحوال السياسة، عالما بعلوم الشريعة، عالما بالقواعد الفقهية، له خلفية شبه سياسية، أو يسأل ويوضح الموضوع أمامه بعد ذلك يفتي. إذن المشكلة مثلا في العراق على سبيل المثال كثير من مقاطعة الانتخابات، الكثير من إخوان العلماء أفتوا في العراق مقاطعة الانتخابات في 2004 وحل بالسنة ما حل، النتيجة. ولم يعرفوا النتيجة ولم يفكروا بالمآلات. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يقول يجب على المفتي أن ينظر إلى مآل فتواه، يعني عندما تفتي في هذه المسألة بذاتها، هذه المسألة يأخذك إلى وين، نتيجته هل يتلقاه الناس بالقبول أو بالرفض، إذا تلقوه بالقبول فما تكون ردود الأفعال، إذا تلقوه بالرفض فماذا، يعني يجب أن تكون توازن بين المصالح والمقاصد في هذه الفتوى. نعم. إذن لا يحق لكل أي عالم ديني أن يتدخل في الفتاوى السياسية، بل يجب أن يكون نخبة من الفقهاء، نخبة من متوافرة فيهم هذه الشروط. و أنا أكدت على أنه الفتوى السياسية بحب طبيعة حالها لأنها متعلقة بمستقبل بعض الناس أو مستقبل البلد، يجب أن يتخذ من قبل مجموعة لا شخصية. يعني فتاوى العبادات تكون فتاوى فردية اعتيادية، نعم. فتاوى
اقتصاد تكون فتاوى فردية في بعض الأحيان، ولكن فتاوى السياسة لكونها تتعلق بمستقبل أو بأرواح أو بما يتعلق بشؤون الناس بشكل عام، يجب أن يتخذ مجلس للإفتاء، وهذا المجلس يكون من خيرة العلماء وتكون لهم الخبرة الكاملة والدراية الكاملة والاستشارات الكاملة من أجل يصلوا إلى صناعة هذه الفتوى السياسية، لأنه نحن بيقين أن السياسة الشرعية جزء من الدين، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الفصل بين الدين والسياسة. الدين هو السياسة، والسياسة هو السياسة الشرعية بشرط أن يوافق هذه السياسة أصول الفقه الإسلامي، لأنه نحن حينما ننعته بالسياسة بالشرعية عفوا، يجب أن يستمد هذه السياسة من أصول الشريعة، من أصول الشريعة. هذا الكلام جميل إلى الآن، وربما لو كان لدينا فسحة من الوقت لأسهبنا أكثر. كيف ينأى الإنسان بنفسه عن الأفكار المتطرفة شيخي؟ يستطيع الإنسان ينأى بنفسه بعدة أمور. أولا أن يعرف الإنسان يأخذ دينه من من؟ نعم. من من؟ هل كل شخص قرأ كتابا من الكتب يطلق عليه عالم ديني؟ لا. هل كل شخص استخدم هذا اللقب أو هذا الوصف أو أطلق لحية وأصبح إمام، هل يمكن أن تأخذ منه الفتوى وتأخذ منه المسألة الدينية؟ طبعا لا. يعني المشكلة اللي أصابت الكثير من المجتمعات أنه اسم الدين أصبح اسم مبارك، وبالحقيقة يجب أن يكون مبارك أيضا، ولكن استغله الكثيرون، لأنه يجب علينا أن نفرق بين المثقف الديني والعالم الديني. كل شخص له من شأنه أن يكون مثقفا دينيا، كل شخص، لكن ليس كل مثقف ديني عالم ديني أبدا. فلننظر إلى مجتمع الصحابة. الصحابة مثلا كلهم كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان أفقههم؟ مثلا عبد الله بن مسعود مثلا بالميراث كان أفقههم، عبد الله بن عباس مثلا، عبد الله بن عمر كان بالأمور الفقهية. يعني من النساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أن يأخذ أن تأخذ النساء نصف دينهم من سيدتنا عائشة. نعم. يعني إذن في داخل المجتمع الإسلامي أيضا، في داخل المجتمع الأسرة أو من داخل الأسرة وبداخل المدينة، هناك الكثير من المثقفين الدينيين الذين لديهم معلومات دينية، ولكن ليسوا كلهم من علماء الدين. إذا استطعنا أن نفرق بين العالم الديني والمثقف الديني، يستطيع الإنسان أن يكون بعيدا عن التطرف، لأنه أنا على يقين كامل متى استطاع العالم الديني أن يفهم كاملة النصوص الدينية أو يفهم المقاصد الشريعة، من المستحيل أن يكون متطرفا. ولهذا هو ربما السلاح الذي يستطيع رجل الدين أو عالم الدين أن يكون بحوزته في مواجهة التطرف وفي مواجهة نفسه ألا يكون متطرفا يوما ما. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. لأنه مثلا انظروا إلى المتطرفين ماذا يفعلون؟ هل رأيت عالما دينيا يلحق بالمتطرفين؟ هل رأيت شخصية إسلامية متفقهة متفهمة بأمور الدين، متفهمة بأصول الشريعة ومقاصدها يلحق بالمتطرفين؟ منذ التاريخ انظر، لا، هناك كثير من المثقفين الدينيين لحقوا بالتطرف، هناك كثير من الذين كتاب الدينيين لحقوا بالتطرف، ولكن علماء دين لم يلحقوا بالتطرف ولم يكونوا متطرفين. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يفهموا الفهم الدقيق، حصنوا أنفسهم الفهم بالفهم الدقيق لمقاصد الشريعة، لأحكام الشريعة ومقاصدها. لذلك من الضروري أن يقوم أفراد المجتمع، حتى الأجهزة الإعلامية بعض الأحيان يعملون لقاءات وحوارات مع بعض من الأشخاص ليس بعلماء الدين، ويسألونهم أمور تخص عمق الشريعة. هذا خطأ، هذا خطر كبير. نعم. حتى الكليات والمدارس والمعاهد بعض الأحيان يعطون بعض الدروس لبعض أشخاص لم يكونوا بمستوى هذا الدرس، ولأنه من أحد أساليب المتطرفين في ترويج أفكارهم التفسير الخاطئ،
للكثير من النصوص الدينية. جميل. هذا التفسير الخاطئ يجعل أنه الإنسان يكون متطرفا. لذلك جاء المتطرفون ماذا قام؟ ماذا فعلوا؟ أساءوا الكثير إلى الكثير من المفاهيم الإسلامية. أول ما أساءوا إلى العنوان الكبير الإسلامي. مثلا أساءوا إلى اسم الخلافة الإسلامية. أساءوا إلى اسم الجزية. أساءوا إلى اسم الجهاد. أساءوا إلى اسم مثلا الخلافة. يعني كل هذه المصطلحات الحاكمية انشأوا مستوى ردة فعل في المجتمع الدين الحاكمية الجاهلية. هذه المصطلحات هي مصطلحات دينية، ولكنهم أساءوا استعمالها. بإساءة استعمالهم استطاعوا أن يروجوا لفكرتهم الضالة. لذلك يقع على عاتق المؤسسات الدينية بالعالم الإسلامي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص العمل الدؤوب من أجل تصحيح ما قام الإرهابيون بإساءة إليه. يعني هم هذه المصطلحات على سبيل المثال سورة التوبة فيها الكثير من الأحكام التي تؤكد على الدفاع عن النفس والدفاع عن المجتمع والدفاع عن المواطن والجهاد على سبيل المثال والقتال، ولكنهم أساءوا باستخدام هذه الآيات المباركة. كيف يستطيع المؤسسات الدينية بتصحيح هذه المفاهيم؟ مفهوم الحاكمية. كيف يستطيع المؤسسات الدينية بتصحيح هذا المفهوم؟ مفهوم الخلافة الإسلامية. كيف يستطيع المجتمع المؤسسات الدينية بتصحيح هذه المفاهيم؟ يقع على واجبنا بتربية هذا الجيل الجديد بأن الإرهابيين قد استطاعوا بالإساءة إلى هذه المفاهيم. الكثير من الناس مثلا هم الدواعش كتبوا على رايتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة حق أريد بها باطل. أسيء إلى هذا العنوان. أسيء إلى هذا المصطلح الإسلامي المبارك. نعم. وكلنا نحن من المؤيدين للتوحيد والمدافعين للتوحيد والمؤمنين بالتوحيد والمؤمنين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أساءوا هذا الاستعمال. هل يجوز أنه لأن الإرهابيين استعملوا هذا الشعار في رايتهم أنا أبغض هذا الشعار؟ لا، ولكن يجب عليها أن أفهم هذا المجتمع أنه لا إله إلا الله لا يقبل بالظلم، لا إله إلا الله لا يقبل بالقتل، لا إله إلا الله لا يقبل بالدمار، بالخراب، بالفساد، بسبايا النساء. لا. وحتى محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نفعل هذا. فإذا استطعنا أن نكون القراءة الدقيقة للمفاهيم الإسلامية قراءة دقيقة واسعة بينة، استطعنا بشكل كامل أن نصون المجتمع الإسلامي أو مجتمعنا من الأفكار الإرهابية والتطرفية. نعم، بقيت لدي ربما دقائق قليلة إلى محور شخصي بحت وأريد الإجابات بجمل فقط. نعم. ملا عبد الله حين يخلو بنفسه بماذا يفكر؟ أفكر بالموت كثيرا ولا أخاف من ذلك، ولكنني أفكر بالموت كثيرا. يعني ما الذي يشغلك غير قضايا رئاسة اتحاد علماء الدين؟ يشغلنا الكثير من القضايا الاجتماعية بحكم طبيعة عائلتنا، لديها رسوخ كثيرة في داخل المجتمع الكردي، مشاكل اجتماعية أسرية. عندك هوايات معينة غير يعني غير قضيتك في القضية الدينية؟ الرياضة. رياضة. نعم. ماذا تمارس؟ الرياضة، كرة القدم. إلى الآن؟ كثيرا إلى الآن الحمد لله. ما شاء الله. نعم. تقرأ في مسائل وأمور أخرى غير الدين؟ نعم، أقرأ في كثير من المسائل السياسية بالأخص كتب. سيزمان ثلاث لغات حضرتك؟ إيه الحمد لله، الكردي والعربية بفضل الله سبحانه وتعالى، والإنجليزي إلى حد ما. جميل جدا. لو لم تكن رجل دين ماذا يمكن أن تكون بحسب ميولك؟ والله يمكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ماذا قدر الله؟ ربما لو ماذا يمكن أن تكون يعني ماذا كان في طبيعة عائلتنا؟ كنت قريب من جاء حقل التعليمي حتى قبولي في عندما خلص الإعدادية في سنة 1989 مثلا، أنا قبلي في كلية التربية. نعم. قسم اللغة العربية. ما شاء الله. إيه، ولكن قد ميولي إلى الجانب الديني جعلني أتنازل وألتحق بالمعهد الإسلامي العالي لإعداد الأئمة والخطباء، وبعدها كلية الإمام العظم الجامعة. هل تطمح أن تورث
ولدين والبنتين العلم الشرعي؟ بفضل الله سبحانه وتعالى الآن ابني الأكبر هو خريج الشريعة وطالب ماجستير في الشريعة. ما شاء الله لا قوة. نعم. والحمد لله ابن الآخر وبناتي من قراء القرآن الكريم وقسم من كتب العلوم الشرعية، لأنه أنا حتى من جانب والدتي يعني والد جدي والد والدتي عالم ديني، وحتى من جانب زوجتي والدها أيضا عالم ديني، ومجتمعنا الحمد لله مجتمع أسري ديني. ما شاء الله. نعم. آية تذكرك بنفسي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل تشعر أنك وريث نبي؟ أتمنى أن أكون ذلك. أنا أشكرك جدا. بارك الله بك شيخ العزيز الأستاذ دكتور الشيخ عبد الله ويسي رئيس اتحاد علماء كردستان، كنت ضيفنا في ورثة الأنبياء وعلى جزئين، حياك الله. بارك الله بك. شكرا.